هذه الوقفة هي وقفة تضامن، هي وقفة تآزر مع ساكنة رجان، هي وقفة أقول تنبع من ذلك البعد الإنساني للجزائريين، هي وقفة تدخل في إطار سياسة الدولة للحماية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات التي تضررت من جراء الممارسات الفرنسية إبان للثورة التحريرية. الهلال الأحمر الجزائري وكذلك من خلال هذه المساعدات يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي طالما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية.